المصطلح اليوم والأجمل. I can't even hold a candle to you. Why I can't even hold a candle to you? I can't even hold a candle to you. ما بقدر حتى أمسك الشمعة حدك أو إليك. ولا ممكن ينفهم هذا المصطلح ولا ممكن نفهمه. حياة كتير حلو كتير يستعمل. هو المقصود إنه شخص بيقول كتير متواضع وأنت عم تتناقش أنت وياه بموضوع معين بيقول لك أنت أحسن مني. Oh no 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 I can't even hold a candle to you. أنا مثل ما بقول بالعامي العربي اللبناني أنا مني شيء عجنابك. أنا ما بقدر أكون حدك أي شيء. يعني ما بقدر أكون أوصل لمستواك لنقول بهالعلم أو بأي شيء هو يبرع فيها الشخص. بقى عم تقول لك وأنت كمان no 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 أو تعال ولا همك أنت قوم بهالشيء هيدا قول عمل هالشيء بتقول no 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 I can't even hold a candle to you. يعني بوجودك نحن ما فينا نحكي ما فينا نقول شيء. اوكي لكن اذا بدك وهو الحياه بكون عم تمدح الشخص الاخر فيه عم تعطيه حقه وعم تمدحه عم تقول له بيقول لك وانت كان نو اي كانت ايفن هولد ا كاندل تو يو. اوكي نكتبه ونحفظه. او اللي بعتقد كم يوم غايب عنكم كنت هيك مشغول شويه ورجعت حبيت نستمر بهالايديومز الحلوين. اوكي ونشوفكم ان شاء الله بمصطلح جديد قريبا. لكن just keep on studying.